بيكون عندي. رجل ما إن يتحدث حتى تصاب بهستيريا ضحك. بعض الناس يعتقدون أنه يملك الجرأة والصراحة ليقول الكثير، وآخرون يظنون أن الأفكار تقفز مباشرة إلى لسانه يقولها دون أن يكترث. عم حماد يحرص على أن يقدم نفسه دون مقدمات، صريح إذا جاملك، متدفق إذا تكلم، لا يبحث عن الكلمات لكنه يعطيها المعنى الذي يريد بعفويته. هذيك البسكيت هزتها تمك. هذا هو اللي قلت غادي نعدلها لك. تبيعها لي بالكيلو؟ ندورو على من يمشي يقرا. بغيت تبيعها بالكيلو؟ غادي نحزمو نديه يقرا؟ راه كاين الطوبيس. راه كاين شي خطة الطوبيس اللي ريض. ما يقراش. لا يقرا. حش الربيع. وشكون غادي يقريه؟ انت حتى من قريت عمي. حتى الشهادة. الشهادة. يا كتب أوسم الشهادة اللي قريت. قريت أنا في اللافو. لا لا والله ما قلنيش أنا قريت. لا معك مني أنا ما قريتش. واحد ما قريت. واحد قال لي قرأت طل الصراحة وهرب. لا بلاتك. أنا سميتي عرباوي حماد. عرباوي ولا العربي؟ عربي حماد. عربي حماد. واش ما تعرفش كنية ديالك؟ وعربي حماد. كنديرو عرباوي كنديرو عربي أنا. وشي خطر يلغاوي لي بحال شي حاجة عربي حماد. عربي حماد عربي حماد اللي كان دي اللي راه في لاكار والولاد عبد وراهم يكبروا. عندك الاولاد؟ واه. شحال عندك ديال الاولاد؟ عندي ثلاثه عندي اربعه. اربعه؟ واه. وفين ساكن؟ قول لهم ساكن في دوار بالخير. دوار بالخير لمن تابع؟ تبع اكليم. اكليم شراعه باش توضح لهم. شراعه دوار بالخير راه كل واحد ودوار ديالو. شراعه يعني كبيره ولكن مفصله كل واحد الدوار ديالها. دوار وحده بحال دوار بيرو بحال دوار بالخير بحال دوار الله بحال شراعه ومشات هكذاك. والسن ديالك عمي حماد في الزايد شحال عندك من عام؟ انا صغير عاد. شحال عندك من عام؟ انا با اللي كبرني في المدنيه. شحال عندك من عام؟ دوك عندي في لاكارتا 63. يعني عندك 57 عام. واه. والسن ديالك نيشان؟ 47. 47 تبارك الله. 57 هذا هذا صغير مال. 57 عام واخا كبرني كبرني. والمهنه ديالك ما كانش قاري غير ميز فينا هكذا. الكبير كان يصغرو الصغير كيكبرو كبروا. ودرك درك انا نحس براسي مزيان. الناس كيقولوا لي راك كبير في السن. ودرك هذه الخدمه ديالك حتى الفلاحه. عندي غير هذا الشيء ديال هذا الرمان. 70 شطبه ديال الرمان واحد ثلاثه ديال البقرات وشويه ديال الدجاج وواحد جوج نعجات. وانا والدجاج شحال بواحد؟ وجوج حمير. شحال واحد قطعوا له الرجل واحد شريته هذا النهار. شكون اللي قطع له الرجل؟ ضربوه هنا في الدوار وما نعرفش في هذا الشيء في الليل. خرج لي الدوار معصب ماشي في الليل. كنت معاك وما نعرف واش ضربوه. كان عاد طري الله اعلم. دوك انايا شكون غادي يقول لك انايا؟ القانون يقول لك الا بغيت تشكي قول هذا ما تقولش اودي الله اعلم. كيفاش وقع لك تلقيت راسك في اليوتيوب؟ الناس كيهضروا عليك وبراك نيموتوا عليك وتشهرت في اوروبا دابا كلشي كيتبعك. انا اللي بغيت كي درت كي غيجي بغيت باش يشوفوني الناس. نشوفهم يشوفوني ونشوفهم نشوف زعماك واش راني نسوى ولا لا. لا لا كتسوى ايوا. ودوك بين شفت الناس كلشي كيبغيوني في التليفون وفي بركان وهذاك وراني نزيد بحالي راني خدام في العالم. في العالم راني معروف عند الدولة وعند صوته مليء بالتموجات والطبقات بسبب لغته البدوية الخشنة. أحيانا يبدو حازما أكثر مما ينبغي وتارة يخيل إليك كأنه بدون عقل تماما بعفويته الصادقة. في خاطرك يحسبوا بحال ولدي هذا. الله يبارك فيك عمي حماد. عزيز عليا ما يعصبنيش. نعم تفضل السي. كيفاش عرفت عمي حماد؟ انا في الاول واحد السيد كنصور ودار له واحد الفيديو
وذاك الفيديو انتشر عبر الواتساب، يعني غير في الواتساب. انا تفرجت في عمي حماد، بقيت كنسول شكون يعني فين يسكن وشكون هو هذا السيد هذا. سولت شي ناس كانوا يجيو عندنا للبركان حتى هما مع هاد يعني الجيران ديالهم هاد الجهه هادي في المنطقه. اييه سولتهم وجابوني حتى لعندو هنايا، حتى لعند عمي حماد. جيت عندو هنايا، دخلت عندو صراحه، رحب بيا وقلت له دعم محمود انا يعني عرفته على راسي شكون شكون شكون. قلت له جيت نقترح عليك واحد الفكره الا بغيت. قال لي واه مرحبا. كان معنا الولد ديالو، اقترحت عليه هذه الفكره هذه ديال اليوتيوب. قلت له واش مسموح زعما نصورك ولكن انا نبقى ندير انا في اليوتيوب، يعني نلوحك في اليوتيوب. اييه وصراحه ما كانش عارف شنو هو اليوتيوب كذا. قلت له المهم تاغي واش موافق نصورك. قال لي واه. بقيت كنجي عنده نصوره غير لا غفله نصوره ولا نصي ما عرفش كاع راسو بلي راه في اليوتيوب. صراحه دوك الفيديوهات واه ما نعرفش صراحه من يقول هذا اليوتيوب. نعم هذا الطريق واش يجيب ولا ما يجيبش كذا. تصحاب لي غير تصويره بحال رحنا نصوروا في المدينه وصافي. ايوا حتى شفت راسي انتشرت عند الناس في التليفون. أيوة. يقولوا لي شوف واش زعما كعجبك الحال كذا. كنقول لهم راه غير نشطحوا صافي ولا نهضروا. واش عادي ما كتقولش صحابي راه حتى بركان هنا. ما تصحابليش راني في العالم. لا راك في العالم ان شاء الله. راك صراحه هذوك الفيديوهات ديالو لقاو اقبال كبير عند الناس. وجيت عنده شرحت له مزيان ووريت له زعما قلت له ها هو اليوتيوب. واش يعني اليوتيوب واش يعني صراحه عجبو الحال. صافي بقيت ديما كنصورو وزدنا. اي والله يخليكم ديما مجموعين. امين بارك الله فيك. تمشيو تزيدوا لقدام ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله وفي خاطر الديكريات وحتى الديكريات يعاونوا. معروف كيفاش وقع لك درت هذا الفيديو كليب شفناك كتغني. واش انت رشقت لي رشقت لك محلي محلي راني نقرا. اييه كل خطره تبان لي هضره اخرى. اييه وزايد في العالم عنده حتى الهوايه وفي خاطر حتى جمال الاخوه منا. عمي محمد شي موال. قلنا شي موال. يا نوري يا الغابة نوري يا نوري درقي وذاك الشباب يا ولا مني يا الزينة لا مني يا لا مني اللي قلتي لي هنا يا وصار لي ياك حلو سعدي معاك يا لا مني يا الزينة لا مني يا لا مني اللي قلتي لي ارجع يا نوري يا الغابة نوري يا نوري اللي قلتي لي ارجع. برافو محمد. تسويق على محمد. هي كاين نسبة الأرباح الحمد لله، وعندنا 21,000 أبوني، ولي فيديو تبارك الله كيجيبوا لي فيه مزيان. الستيل ديالو هو عفوي، يعني كما كتشوفوا عنده. أنا ملي كنجي عنده نصوره راه ما نتفاهمش معاه في على شي موضوع ولا نقول له غادي نهضروا في شي موضوع. أنا كنجي نجيب التليفون هو يبقى يهضر. نقدر أنا شي مرة كما كتفرجوا يعني كما نقولوا حنا بالدارجة نختش فيه وهو يبقى يهضر. يعني داكشي عفوي. انا عايش غير بهذا الشيء بالمانو بالبحيره وهذا هذا الشيء. حسب 70 شطبان لي هنايا والعام العام 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 نبيع شي عجله ولا عجل وكنتصرف به صافي. هادشي اللي كاين والله الا بصح. ومن جا عندك مهدي وقال لك نديرو اليوتيوب، واش عجبك الحال نتايا دابا من وصلت يعني الناس ولات كتشوفك؟ واه بغيت نقول لكم خاطري يعني سما يعني محل اللي رشقت لي يعني ما رانيش نقول شي حاجه شينا وكذا. كان زعما كيفرج الى هو حتى الناس كنتلاقى معهم في الزنقه كذا كيقولوا لي نشط معنا ونشطوا معك ونديروا عليك ابوني وكذا ورحنا معك بالخاطر ديالهم. قال لك هذا الشيء مزيان عندي ما رانيش زعما ندير شي حاجه شينا. ملي كان خالي هذا الشيء اللي كاين. قولوا مراح فين يروح احنا معنا والسحور مراح فين يروح احنا معنا والسحور مراح روز احنا معنا والسحور مراح فين يروح احنا السحور لا ياك ما تقبط البندير. لا صغير 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 في السما دار يا موسى الفكان هواوي في السما دار ايوا صافي زين. انا في السما دار يا موسى الفكان هواوي في السما دار يا الكار هواوية في السما دار غيام وسالف الكار هواوية في السما دار غيام. عاود لهم عاود الاخوان القصه. نهار اللي تبعت دوك الشيوخ اللي كانوا في واحد العرس وعطاك تجرب البندير وانت تقبل البندير. واه قال لي قلت له انا نروح نوريلك واش بدل الزامور وكذا. زعما شوف زعما واش خفيف واش دخيل كذا.
فين ضربت فيها انا جوج ضربات هكذا وفات اللي ديالو اللي ديالي لدخل حيت اليد ديال لافو حقاش علاش اللي ديالي قاصحين هما اللي ديالهم بحال الصابون رقواك ديروا غير هكا هما يديروا غير هكا يضربوا انا درت له هاك هو مشى اللي ديالي نيش عمرو ضربت شي واحد بالسقله هاك انا الاحمر اللي كان ضربوا بالسقله نطيحوا باش عاد بنادم حماد ذاك الرجل الستيني أسس قناة على اليوتيوب رفقة إحدى الشباب بمدينة بركان عفويته تجعلك تتابع مضامين حلقاته واحدة تلو الأخرى بهاراته هي المتعة كنوض نصلي الفجر ونولي نورك شوية لحساب البرد المهم ما نديرش على النعاس ندير بيني ما راني نشوف غادي نوض نخدم صافي السبعة غنكون ندور منا و نتقهوى وسيدي وكتب على الفلاحه أيه. واحد عنده الخرشف واحد عنده الباربه واحد عنده الورقه ديال اللفت واحد كذا وكيضربوا لي اليوم من شافوا لي عندي التليفون كيضربوا لي التليفون وكنهود عندهم بعيد على الدار مزيان ايوا هذاك الورقه تاع الخرشف جبت جوج كروسات مزيان ودرك تحابلو عمي حماد تحابلو هذو اللي ضربوا لي الحمار في الليل تحابلو ما غاديش نشري حمار اخر هما عندهم الاحمر بحال الى شراو الاحمر بحال اللي شراو اللوطو 75000 واش كبيره تهلا انا ما نضربهمش انا كنضربهم بتماره واخا كنمر الربيع ونجي نجيب على طال الدار واخا شحال ندير عليه بالطون ايوا على حسب جوج خناطر ثلاثه ماشي بزاف كروسه كل دروك ريكولا ضربته بهاد اليد كيما وريت هذاك لو كان نضربو هاك غادي تدخلوا اليدين ديالي حتى للكبده ودرك تاك مستعد تلعب معاه واه ولكن راه كيلعبوا بالليكات راه ماشي انا لا ما نلعبش انا بالليكو ممنوع انا ممنوع نقول له روح عندي هاكلك باش الضربه اللي تجي فيه نجيب له كاو هذاك البونج لا يهز على بنادم وراه حتى هو غادي يلعب بالليكات لا والبروتاج ديال السنين اش ما تيحولكش انا ما نديرش ما ديرهوش انا عندي واحد الربعه هنا واخا الا خاصني هنايا نكمل بيهم يهنيك بيهم بعد اش ندير بيهم ديديكاس من عند عمكم حماد قولوا يتابعونا في القناه ديالي واللي راه يتبعني في القناه ديالي الله يرضي عليه الله يرحم الوالدين والله نشكر الجمهور كامل نطلبوا ربي يسقد هذا الطريق ديال المرض اللي ما شافنيش ان شاء الله يشوفني ان شاء الله وفي خاطركم ديالهم يا الريح حتى الالمان بالبحر ليه الجامع كل شيء المغاربه هادي اولي قلع سيوان النصارى ياك وفي خاطر العالم وفي خاطر خويا المهدي خويا بلما وفي خاطر خويا جمال خويا جمال عقوبي ديالو يا الريح من هولندا من هولندا هولندا في خاطرك وقول له جوايوز انيفيرسير جالو جوايوز فين يخسي جوايوز انيفيرسير جوايوز فين يخسي أقول لي انت علي هذا عندنا إماك اش زعق علي انا تعرفني انا نقولها شكرغ المغاربه اينو زيد شي الحكايه بعدا باش ولي فهم انت عرف بزاف بحال نتش هذه سوالت مازيغ خاص شكرغ بزاف وفي خاطرو وراني نبرح بها وراني نبرح بها وراني نبرح بالوهيبه من البلجيك هي الاولى وراني نبرح بخويا صاحبي خاطر الفيديو ما تبرحش اصاحبي راه غير شمتك القناه ديالي راه فيها عمي حماد ديروا ابوني ديروا ابوني ديروا جيم وبارطاجيو وفي خاطركم راني نشكر جريده تاع زايو سيتي اخوان كاملين والاخوان كاملين السي راشد من هولندا والسي راشد من هولندا وخويا حامد من هولندا وما تنساش بلال المواطن وفي خاطر خويا سمير وفي خاطر الملوكي وفي خاطر الناس المغاربه ديالي والعالم ديالي نشكروا كاع الناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن ونشكروا كاع الصفحات اللي كيدعمونا ويبارطاجيو معنا وبالاخص جريده زيو سيتي كنشكروها بزاف مع هذا المنبر هذا كاين شي صفحات كيدونا لي فيديو يعني بلا ما يتشاوروا معنا انا كنلونسي الفيديو هو مابوني معايا في لاشين كيخلط ويدي داك الفيديو هذاك ويلوح عنده في لاشين ديالو في الباج ديالو في فيسبوك وصراحه كنت حاولت باش نتصل بدوك الناس هذوك يعني لا داعي لذكر الاسماء ديالهم
حاولت باش نتصل بهم ولكن يعني رفضوا باش يجاوبوني. وبغيت نقول لكم هذا الشيء راه ماشي في المصلحه ديالكم. اللي عنده شي باج خصو يقد بها ويدير شي حاجه اللي هي ديالو، زعما ما يتبعش الناس شنو كدير، حيت حنا كنتعبوا باش نديروا هذا الشيء. هذا كنديبلاصاو ونخسروا الفلوس وبزاف ديال الحوايج باش نديروا هذا الشيء هذا. والله يهدي الجميع وصافي. هذا الشيء اللي نقول عندك الضرب رجل يا ودي. راه عندي 40 عام ديال الخدمه باش تقلب الفاس اصاحبي. لا صاحبي خصني غير سكت ياك بارك تقلب على الكنت. بغيت ها جبت الذهب باش نبيعو ونقسم معايا. والله ما تديه واحد بالكاع نشوفو ونقسمو انا وياك. أختم لأقول أن عمي حماد شديد التهذيب، لا يحب اللغة المتعرجة بل يفضل الصراحة، مرح المزاج. أشياء كثيرة لا يمكن أن تعرفها عن هذا الشخص إلا إذا جالسته عن قرب. عييت أسمع يا رواه. شكون هذا عمي حماد؟ شكون؟ لا واسمع أنت ولدي. الولد عندي أربعة. شكرا. عندي أبوني ومع الوالد عاونوه. الله يحفظكم وشكرا كيموت عليكم كامل داخل الوطن خارج الوطن. ونتمنى لكم الخير والله يحفظكم وتهلاو لي في الوالد. السي عزيز تا هو ياك. السي عزيز السي عزيز تا هو خصو. هذا الولد ديالك ولا عمي حماد؟ اه عمي حماد. السلام عليكم. زيد هنايا. شكرينو. لا هضر عزيز. لا خليني نهضر وشوف. السلام عليكم. بارطاجيو هذا الفيديو مع الأب. الله يحفظكم. وديروا ابوني في القناه تاع بغيتي يعاونوها عزيزي ياك. ادخلوا اليوتيوب تاعكم تابونا. شكرا.